فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حفظكم الله يا معالي الشيخ. يطلب منكم السائل هنا أن تقدموا نصيحة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، هذه الوسائل الإعلامية التي حدثت الآن فيها خير وفيها شر، إذا استغلت في الخير صار فيها خير ونفعت، وإذا استعملت في الشر صارت شرا على الناس جميعا، على المسلمين وغيرهم، فهي سلاح، سلاح ذو حدين، إن استعمل في الخير نفع وإن استعمل في الشر فإنه ضر، فعلى شباب المسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن يأخذوا من هذه القنوات وهذه المواقع ما فيه فائدة وفيه نفع لدينهم ودنياهم، وأن يترك الغثاء وأن يترك أن يتركوا ما فيها من أفكار ضالة وآراء منحرفة وجهالات تلقى فيها من جهال أو من ظلال، عليهم أن يحذروا من ذلك. والعلم لا يتلقى من المواقع ولا من الشبكات، العلم إنما يتلقى من العلماء، من الكتاب والسنة على أيدي العلماء، لا يتلقى من الشبكات ومن الإشاعات ومن المواقع، هذا تضليل. فالعلم إنما يؤخذ عن العلماء مباشرة بدون، أما الذي يؤخذ من الشبكات ومن وسائل النشر فهذا ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع، هذا ضلال، هذا ضلال. ولا المسائل لا تطرح في الشبكات ويطلب من الناس الإجابة عليها، إنما تطرح على العلماء، ترسل للعلماء مباشرة وهم الذين يتولونها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا من الإذاعة، من إذاعة الأمور على العوام وعلى الجهال وعلى، ويدخلون فيها ويحللونها بغير علم. ولو ردوه إلى الرسول، الرسول الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وأولو الأمر فريقان، أولو أمر في السياسة وهم الأمراء، وأولو أمر في العلم وهم العلماء، فيرد الأمر إلى أهل العلم في أمور الدين وأمور الدنيا، في الأمور الفقه والمشاكل الدينية وفي أمور السياسة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.